عن تفشي الفساد في مفاصل الحكومة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي. دكتور عبد السلام حياكم الله، مرحبا بكم. يعني تقرير حكومي يقر بضياع عشرات المليارات بسبب الفساد بمشاريع إعمار المدن المنكوبة، ولكن السؤال المطروح هنا دكتور، يعني أين الأجهزة الرقابية من هذا الاعتراف الصريح من قبل الحكومة بسرقة كل هذه الأموال الضخمة دكتور؟ تحية لجنابك أستاذ محمد ولي حياك الله سيد الكريم مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. كنا نعلم أن الفساد في العراق حفر جذورا عميقة على مدى 20 سنة الماضية ولا يمكن السيطرة عليه. نعم. ورأينا على مدى الحكومات المتعاقبة أنها تتسعى لاستئصال الفساد، لكنه مع كل الأسف فشلت هذه الحكومات في كل مساعيها. نعم. حتى أن مندوبة الأمم المتحدة بلاسخار أقرت بهذا الفساد وقالت أن الطبقة السياسية الحاكمة فشلت في وضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأحزاب والمصالح الشخصية. نعم. وعليه فإن الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة غير قادرة على إنهاء هذه الظاهرة لأسباب عديدة، منها أن القادة السياسيين والميليشيات المسلحة هي المستفيدة الأولى من هذه الظاهرة. وهذا النشاط تمنع أي إجراء يتخذ ضدها. وكذلك هناك آليات المراقبة والنظام المحاصصة الذي بني على وفق النظام السياسي. جعل هذه الوظائف الرفيعة والتحكم بمقدرات البلاد بيد الأحزاب ومافيات الفساد بمشاريع إعمار المناطق المنكوبة، أي يعني هذه الأشخاص والأحزاب تتحكم بهذه المشاريع، أي مشاريع المناطق المنكوبة. نعم. من خلال المكاتب الاقتصادية لهذه الأحزاب واستحصال نسب كبيرة من هذه المشاريع. طيب. ولهذا نشوفها متلكئة وتكاد تكون معدومة. طيب دكتور عبد السلام. نعم. مراقبون يتحدثون ويقولون أن متنفذين ينتفعون من عائدات الفساد، هل هذه هي الأسباب التي جعلت العراق يتأخر في موضوع التصنيفات الخدمية على مستوى العالم دكتور عبد السلام؟ أستاذ محمد، هناك عندنا 3 أنواع من الفساد، المالي والاقتصادي. نعم. الأول مثل ما ذكرت لك إياها، المكاتب الاقتصادية للأحزاب. نعم. بالوزارات اللي إلها حصة ونسبة كبيرة من المشاريع والأموال المخصصة إلها. النوع الثاني من الفساد هو مكاتب الوزراء، يعني مكاتب الوزراء والمدراء العامين أيضا تأخذ حصتها من هذه الأموال ومن هذه المشاريع. أما الثالث، النوع الثالث، فهو يتمثل بدفع أموال إلى الكتل السياسية مقابل تنصيب الوزراء والمدراء العامين، ومقابلها أيضا سيكون وعود بالحصول على العقود الحكومية. ورأينا الفضح من الكثير من هاي الحالات، لذا من الطبيعي أن يكون العراق متأخر للتصنيفات العالمية بالخدمات، لأن المبالغ تصل قليلة ولا تكاد تكفي لتغطية هذه الخدمات لذهاب تلك الأموال إلى المتنفذين والمنتفعين. لنأتي على خدمات قطاع الكهرباء في ظل تورط مسؤولين، يعني هذا الخبر جديد، تورط مسؤولين في دوائر الكهرباء في محافظة ذيقار اختلسوا أكثر من 58 مليار دينار. دكتور، هذه الأموال التي تنهب هل ترى أن لها دور في حالة تردي واقع قطاع الكهرباء في العراق، حيث أن يعني مراقبون يؤكدون أن ما صرف على قطاع الكهرباء أكثر من 80 مليار دولار، يعني هذا المبلغ يساوي ميزانية 4 دول مجاورة للعراق. دكتور عبد السلام تفضل. أستاذ محمد، إعلان دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة. نعم. عن هدر هذا المبلغ واختلاسه وتنظيم أمر غيار بهذا المبلغ 58 مليار، هذه نقطة من بحر ويبين لنا حجم الفساد بمحافظة واحدة فقط. لكن لو تم التدقيق لباقي المحافظات لوجدنا الهدر والاختلاس ما يقل عن هذه المحافظة.
هذا يؤدي بنا إلى نتيجة هو تردي خدمة الكهرباء بالعراق. ليش؟ نعم. لأن الأموال المخصصة لصيانة شبكات الكهرباء ولقطع الغيار المنهكة كلها تذهب إلى جيوب هؤلاء الفاسدين وللأشخاص اللي يقومون أيضا بتعيينهم. ولا يفوتني طبعا أنه نذكر أن هناك متهمين بهاي القضية قاموا باختلاس مواد كهربائية، مو فقط يعني أموال. نعم. هذه المواد الكهربائية تقدر بمئات الملايين من الدنانير وعدم إدخالها مخزنيا، مما يعني بقاء شبكات الكهرباء مهترئة وفيها أعطال كثيرة، والنتيجة هي تردي الكهرباء وزيادة معاناة المواطن، وخاصة مثل ما شفنا في هذا الصيف اللاهب. لكن دكتور عبد السلام، لكن السوداني في أكثر من مناسبة تعهد بالقضاء على الفساد، هل تعتقد أن السوداني ضعيف إلى درجة أنه لا يستطيع مواجهة الفاسدين وبالتالي تقديمهم إلى المحاكمة العادلة دكتور عبد السلام؟ أستاذ محمد، تعهد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني برنامج الحكومي مثل ما شفناه عند استلام المنصب بمكافحة الفساد المستشري منذ أكثر من 20 عام، وقام بعمليات استرداد لبعض الأموال المسروقة باستعراض إعلامي واضح. ورغم تصريحات المتكررة من أن حكومته لن تسكت عن الأموال المسروقة، لكنه يكرر نفس سياقات الحكومات السابقة ولم يلمس الشعب العراقي الإطاحة بفاسد أو تقديمه للقضاء. عدم سرحية سرقة الأمانات الجمركية وشبكة تهريب النفط اللي ما سميت ب زهير نور أعتقد. نعم، نور زهير. فهذه يقف وراها حيتان للفساد، والسوداني سيصطدم بعقبات لصالح القوى السياسية اللي تمارس هذا الفساد. الفساد بأنواعه، نوع نعم. يمكن معالجته بأنظمة وتعليمات وضبط عمل المؤسسات مثل رشاوي صغار الموظفين. نعم. ونوع يتطلب رقابة حكومية صارمة للشبكات اللي ترتبط بالأحزاب والقوى السياسية والميليشيات. لكن أخطر أنواع الفساد هو الذي يقف ضد القوانين وفي هذا تخادم الأحزاب المعتمدة على ذروعها العسكرية والتلويح بالقوة المسلحة. لذا لا يمكن للسوداني أن يقوم بمكافحة الفساد في ظل وجود أحزاب وجهات سياسية وميليشيات تستمد كينونتها من الفساد إلا بأدوات جديدة وتغيير بعض أصحاب القرار والاعتماد على أشخاص نزيهين، وهذا لا يمكن تحقيقه بالوقت الحاضر. من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، شكرا جزيلا لكم.